وبأولى فقراتنا اليوم حنروح للمساحة التربوية، واليوم رح نضوي على موضوع جدا مهم وهو التعليم المبكر للطفل. اليوم نحن عم نحكي عن مرحلة تأهيل الطفل من عمر خلينا نقول مبكر جدا للخمس سنوات. اليوم يا هايتي نحن كيف قادرين ننمي مهارات هاي الطفل؟ اليوم التعليم المبكر عم يكون في فائدة جدا إيجابية، عم توسع مهاراته وعم تخليه اليوم يفكر خارج الصندوق، عم يعلم الأم والأهل اليوم كيف قادرين يتعاملوا مع هذا الطفل، كيف قادرين يخلوه يكتسب المهارات ليدخل بالمدرسة ويكون هو عنده أساس. نحن بنعرف دائما الطفل شو ما عطيتيه بهذا العمر بيقدر يعلق بذاكرته وبيكبر عليه. صحيح يا رشا، لهيك نحن دائما ضمن صباحنا بنعطي نصائح لكل الماميات الجدد لطريقة التربية وطريقة يمكن اليوم أهمية التعليم المبكر عند أطفالنا من عمر صغير لعمر الخمس سنوات. قديه التعليم المبكر مهم لهم لتكوين شخصيتهم، وخصوصا أنه بهي المراحل أو هي السنوات الأولى نحن قادرين نزرع ونغرس عند أطفالنا كثير من الأمور وكثير من المهارات يلي ممكن ترافقهم بالمستقبل. رح نحكي أكثر مشاهدينا عن أهمية التعليم المبكر، شو هي الطرق والأساليب لكل الأطفال، تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصية التربوية والاجتماعية يارا أحمد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. ما بعرف ليش أنا محظوظة بس كون متواجدة عندكم بكون برد اليوم بشكل عام. يلا كل خير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور يارا، وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم دائما خلال صباحاتنا بنحاول نضوي على هذا الموضوع، لأنه نحن اليوم خلينا نقول أمام جيل يعني تم وصفه هو جيل مرعب بالذكاء بالتكنولوجيا، فاليوم أنت بحاجة لتجاري بشكل كتير كبير، بحاجة لتدخلي معه هذا العالم جدا واسع. اليوم ما بقى في باسم ورباب وبابا وماما، خلصنا هاي المرحلة خلصت طبعا. يعني اليوم عم نحكي اليوم عن شيء مساحة بالأفق جدا كبيرة، التعليم المبكر اليوم صار من أهم الأساسيات اللي كل الماميات عم تعتمد عليه. خلينا نشرحه هيك بالطريقة التربوية. تمام. هلا التعليم المبكر كثير اخذين فكرة الأمهات إنه هو نحط ابننا ونصير نعلمه وندربه بالورقة والقلم ونمنعه من عملية اللعب، نمنعه من ممارسة حياته. التعليم المبكر هو بريء من كل هذا. التعليم المبكر هو الإيمان بأن الطفل كائن هو جاهز للتعلم من وقت الولادة، من وقت ما بيولد الطفل هو كائن جاهز للتعلم، والإيمان بمقدرات الطفل وأنه الطفل دماغه مثل الإسفنجة. هلا نحن كثير بنسمع بمثال ابنك على ما ربيتي، تمام؟ فالطفل هو دماغه بيكون من عمر تقريبا من الولادة إلى عمر 3 سنين بيكون هو دماغه جاهز للتعلم بكمية كثير كبيرة، لأنه بيكون دماغه مثل الإسفنجة، بتلاقي شو ما علمتيه شو ما لقنتيه بتلاقي أنه هو جاهز لعملية التعلم. النقطة اللي بعدها أنه الإيمان كمان بمقدرات الطفل ودماغه، وأنه دماغ الطفل كمان مثله. يعني في كتير أمهات بسمعها بتقلي أنه أنا ابني ما بيفهم، يعني صغير بعمر السنة بعمر السنتين بعمر 3 سنوات الابن ما بيفهم. لا، أول شيء لازم نتعامل باحترام مع دماغ طفل وعم يشتغل 24 ساعة، فلازم نحن ننتبه لهذا الموضوع جدا، ننتبه على تصرفاتنا وسلوكياتنا لأنه الطفل هو جاهز يكتسب المعلومات وينتبه لأي تصرف ولأي نقطة من وقت الولادة تقريبا لعمر 3 سنوات. نحن كثير بنسمع عن التعليم المبكر بس شو فائدته؟ أو هو ليش نحن مثلا نحن لازم ننتبه على هذا الموضوع وليش لا آخذ كثير حيز؟ لأنه السيالات العصبية من عم بتتطور من وقت الولادة لعمر 3 سنوات، بتكون بجاهزيتها لحتى انه هي تتطور دماغ الطفل. والنقطة الثانية انه التعليم المبكر هو بيساعدنا على تشكيل سيالات عصبية نشطة اللي هي بترتكز عليها عمليات التعلم. نحن اذا اشتغلنا مع طفلنا بطريقة صحيحة نحن العمليات التعلم اللي بعدين يعني بس يتكبر الطفل كل عمليات التعلم ترتكز على نحن كيف عم نطور دماغ طفلنا. والباحثون بهذا المجال اكدوا انه 90% من دماغ الطفل بتتطور من وقت الولادة لعمر 5 سنوات، فنحن اذا تنمينا بهي المرحلة بطريقة صحيحة وعرفنا كيف ننمي المقدرات للطفل فنحن قدرانين نكون طفل بتكون مهاراته اعلى ذكائه اعلى، ونحن كلنا بهي المراحل نحن بدنا نحاول ننمي ذكاء طفلنا. فنحن اذا انتبهنا على هالمرحلة نحن طفلنا بتلاقي مثلا بالمدرسة او بالروضة بتلاقي الطفل هني عندهم مقدرات اعلى باكتساب المهارات الحسابية باكتساب القراءة الكتابة والى اخره اعلى من اقرانه. طيب يعني بعد ما تعرفنا من حضرتك عن أهمية التعليم المبكر للأطفال وذكرتي أنه يمكن نحن لازم بالسنوات الأولى تقريبا من السنة الثانية نحن نعلمهم من وقت الولادة فيمكن كتير صعب اليوم أنه نحن نلجأ لطرق أكبر من عمر الأطفال. بداية نحن بتلاقينا لجأنا للعب للألعاب، فخلينا نوضح أهمية الألعاب اليوم قد ايه بتساعدهم على التعليم المبكر وأهميته اليوم. تمام. هلا قبل ما
اذكر هي النقطه، خليني انبه على نقطه، في نحن بالتعليم المبكر نحن في عنا شيء مباشر وشيء غير مباشر. نحن بالاطفال بوقت بعمر صغير دائما بنلجا للطرق الغير مباشره. لما الطفل بعمر صغير مثلا خلينا نقول بعمر 7 شهور، السنه، سنه ونص، ما فيك تقعديه على طاوله الدراسه او نحن تعملي اهداف تعليميه بطريقه مباشره، بنلجا للطرق الغير مباشره. مثلا نحن شو ما كنت يعني مثلا الحوار النقاش، عفوا مو النقاش مع الطفل بس حوار الطفل، حتى هو لو ما عم يطلع فيكي، حتى لو هو ما عم ينتبه، بس انت في عندك العقل عم يخزن المعلومات. وفي دراسه درستها انه الطفل لحتى يكون المفردات بده اعادتها للمفرده بألف مره. تخيلي انت ألف مره بدك تعيدي للطفل المفردات لحتى هو يقدر يكتسبها ويتعلمها. مثل مثلا انت عم تطبخي، مثلا الامهات مثلا بيكونوا موجودين بالمطبخ، فمثلا بيكونوا عم يطبخوا مثلا، هي بندوره، الطفل قاعد جنبك، فهو حتى لو عم يطلع فيكي بس هو عم يسمع الكلمه. وكل نحن ما خلينا الطفل يعتمد على حواسه اكثر، كل ما ساعدنا هذا الموضوع باكتساب المعلومات اكثر. نحن في الاعتقاد الخاطئ انه دائما الورقه والقلم هي اللي بتساعد الطفل. اجابه على سؤالك انه التعلم عن طريق اللعب هو اللي بيساعد الطفل على انه يكتسب المعلومات بشكل اسرع. كيف يعني؟ يعني انا الطفل التعليم هلا الجديد معتمد على حواس الطفل. الطفل مثلا خلينا نقول مثلا هذا، تمام، هذا البرغي. الطفل مثلا انه انا بدي اعلمه اللون الاخضر، تمام، فالطفل هو شافه للون الاخضر، خليته مثلا يحط على ايديه لون اخضر ويحطه على الورقه للون الاخضر، فهو لمسه، هو شافه، تمام، للون الاخضر، هو سمعه، تمام، هو حس فيه. فالطفل هون استخدمت اكثر من حاسه، فكل انا ما استخدمت حواس الطفل اكثر، كل ما ساعد بعمليه تركيز المعلومه بشكل اكثر وحفظها بشكل اكثر. حلو. اليوم هدول القصص عم يساعدوا الكبار، يعني أكيد. يمكن اليوم الصوره بتساعد جدا الطفل انه يحفظ المعلومه. يارا خلينا نطبق شوي على الهواء، نعطي امثله للامهات. اليوم انتم بالتعليم المبكر كيف عم تتعاملوا مع الطفل؟ شو هي الاساليب؟ معك بازل اليوم وجايبه مكعب، خلينا هيك شوي طيب نتعرف على اهم الاساسيات او تعطينا امثله. تمام. هلا البازل انه كثير ناس او امهات بيسالوني انا امتى بدي بلش اعلم ابني البازل؟ انت قدرانه تبلشي مع ابنك بالبازل من عمر 7 شهور؟ تخيلي انه قديش العمر مبكر. طب انا هون طبعا البازل ما ببلش بقطع كثيره، طبعا انت في بازل في قطعه، في قطعتين، في 3 قطع والى اخره. نحن بعمر مبكر نحن بنبلش بقطعه واحده. انت كثير بتشوفي مثلا اذا الامهات بينتبهوا نحن بنركب ببازل بتركيب قطعه واحده، مثل مثلا موزه، برتقانه، ما بتلجئ للشغلات اللي هي صعبه على الطفل، بتلجئ للشغلات اللي هي الطفل عم يشوفها، يعني مثل التفاح، الموزه، البرتقانه، القطه، الكلب، هدول شغلات عم يشوفهم الطفل بشكل دائم، فنحن ممكن نلجئ لهدول. فانا مثلا انه خلينا نقول هون بازل عندي، تمام، شوفي هذا مثلا هاديك، اوكي، حلو، مقوى من 4 قطع، تمام، بس القطعه الثانيه مو بيني. هلا نحن مثلا اول شغله، هلا انا بدي اركب البازل قدام الطفل، بدي ورجيه الصوره الكامله للطفل، تمام، وبدي اقعد انا اركب قدام الطفل. طيب الطفل ما عم يطلع فيني، بيقولوا لي الامهات طب الطفل ما عم يطلع فيني، مو مهم، المهم انا تكون طريقتي تحفيزيه وتعليميه. ياي شو هذا الديك حلو، تعال نحب انا وياك بالديك، ليك هذا مثلا هذا الديك، ليك صورته للديك، تعال نلعب انا وياك مثلا، شو تعال نركب هي القطعه هون. الطفل بلش انه حفزته شوي، انا عم بحكي بنبره انه حفز فيها الطفل. طيب بعدين انا شو بعمل؟ بركب القطعه قدام الطفل، طبعا حسب عمر الطفل بدك تعرفي قديش كيف بدك تتعاملي معه. عم نحكي انه هذا البزل مثلا من 4 قطع، ركبنا هون البزل قدام الطفل، تمام، بنرجع بنخلي الطفل انه هو ماما بعطيه قطعه مثلا من هي البزل، اوكي، وبخليه هو يركبه، تمام، ماما حط هي القطعه هون، فهو بيمسك بيحطها هون، تمام، فانا ساعدته خليته يشارك معي بعمليه التعلم. واهم شيء التحفيز للطفل، يعني مثلا شيء مثلا مادي، مثلا حضن او تصفيق او مثلا بونبونه، لحتى الطفل انه هيك يصير يشتغل معك بشكل اكثر. كثير اليوم الاطفال بتحب هاي القصه، يعني وبتلاحظي يارا انه اليوم عندهم قدره كثير جميله على التركيز. تمام، اكيد، يعني ما في اليوم صعوبه اصلا انت بالتعليم، لانه هن اليوم قلت لك نحن اليوم امام جيل عنده يعني عليك كثير موسعه كثير كبيره. فهون مثلا وقت هلا رح احكي ملاحظه بس خلص هي الفقره، انه انا مثلا هون ركب البازل هذا الطفل، تمام، هو انا شو عملت اول مرحله؟ ورجيته بشكله الكامل، بعدين خليته هو القطع يحطهم، بعدين انا ممكن ركب مثلا اكثر من قطعه، تمام، اكثر من قطعه مع بعض، واترك مثلا يعني 4 قطع مثلا، 5 قطع هي مكون البازل، واترك مثلا مكان واحد فاضي،
تمام، قول له ماما ما بدنا نحط هاي القطعه، فالطفل بده يستخدم خاصيه او مهاره الاغلاق البصري ويحط القطعه، امس اعطيه القطعه وبدنا نركبها، هاي القطعه يركبها بالمكان الناقص الموجود. فهي المهاره كثير بتساعد الطفل. طبعا مثل ما حكيت انا ببلش بحسب، مثلا بدي بلش مع الطفل بقطعه واحده، بعدين قطعتين، بعدين ثلاث قطع، وهيك لحتى الطفل يصير يتعلم البازل، تركيب البازل بشكل كامل. هلا كثير امهات بتقلي انه في العاب على الموبايل عن البازل، يعني ليش انا مثلا ممكن احط له لعبه على الموبايل؟ طيب اوكي، بس دائما نحن بنتجه للاطفال للشيء الملموس. تمام، نحن وقت نبلش بتعليم الاطفال بنبلش بالشيء المجرد، يعني الشيء الملموس للطفل، بعدين بنبلش انه هو بس يعني انتهينا من مرحله مثل بيقولوا اللمس، الطفل ركب وعرف يشتغل، ممكن نحن بعدين نرجع للطاب لحتى نحن نركب بازل والى اخره، بس بنرجع للشيء المجرد بالاول. تمام جاره، يمكن اليوم تتعاملي مع يعني شخصيات وصفات اليوم من الأطفال، عندك العنيد، عندك الخجول، الانطوائي اللي دائما خلاقه دائما ممكن ما بيتقبل التعليم بهيدا العمر، اليوم شو هي الطريقة الصحيحة حتى نحن نقدر نتعامل معهم صح ونبلش معهم بطرق وأساليب التعليم المبكر؟ تمام، هلا أنت عم تقولي طفل خجول، طفل عنيد إلى آخره. طيب هلا أول شغلة، إذا في مشكلة عند الطفل، يعني هو مثلا إذا عم تحكي أنت مع الأم ولا مع المدربين بهذا المجال؟ إذا مع الأم مثلا شيء ومع المدربين شيء حسب، كل واحد له أسلوبه. لا مو هيك الفكرة، الفكرة إنه الطفل بيكون هو عم يعند، لأنه الأم بتكون عم تخليه إنه هو مثلا إجبار على عملية اللعب. تمام صحيح. فهذا الموضوع شوي بيخلينا إنه نحن الطفل ينفر. طب الأم ليش لا تجبر الطفل؟ هي وقت اللي بتكون عم تساعده، أسلوبها، طريقتها، كيف هي عم تركب قدامه، ما انت بدها صبر القصه، اكيد بدها صبر وطريقه ومو عمليه اجبار. واحيانا كثير بتجينا من الامهات انه انا ابني مثلا ضايج، بدك تختاري الوقت المناسب لحتى الابن يكون قابل لعمليه التعلم. اذا كان الطفل مراي انت مانك مضطره انت بهي المرحله تشتغلي معه، لا، الام بدها طريقه. حتى مو غلط احنا نستشير اخصائيين بهذا المجال على كيف الطريقه، نبره الصوت، حتى مثلا طريقه الشرح. مثلا انا بالمرحله الاولى وقت اللي بشرح بدك تتعاملي انت عم كانك عم تشرحي مع طالب، يعني تكون نبره صوتك عاليه، تصير تشرحي للطفل كل شيء، بعدين انه تبلشي انه تركبي انت والطفل، هي بتساعد على تقويه علاقتك مع الطفل اصلا. فنحن وقت اللي بيكون الطفل عنيد، طب ليش هو عم يعند؟ نحن لازم نبحث عن الاسباب. يعني هو عم يعند لانه امه اذا ما عمل مثلا بيكون عمل شغله غلط بتضربه، بتعيط عليه، لا مو بهالطريقه. تمام، وفي كمان كثير استشارات، بتعرفوا صعوبات التعلم هلا بيقولوا لنا مثلا الامهات مثلا عم تدرب الطفل مره اثنين ثلاثه اربعه، طب الطفل ما عم يستجيب. نقطه مهمه انه نحن على صعوبات التعلم بتكون نبلش نحن نلاحظ مثلا المشاكل اللي عند الطفل بعمر مبكر، يعني بعمر ثلاث سنوات اربع سنوات بمراحل تطور الطفل. الطفل مثلا بهي المرحله لازم مثلا ينطق كلمات بسيطه، لازم يتعلم الالوان بهي المرحله الى اخره. حتى لو في عنا مقدرات مختلفه للاطفال، بس الام بتبلش تنتبه انه ابنها عنده مشكله، واذا كررت المعلومه اكثر من مره واستخدمت اساليب تربويه وما تعلم الطفل، لازم تنتبه الام انه في عنا مشاكل عند الطفل، وبجوز الطفل عنده بطء تعلم او صعوبه تعلم او تاخر دراسي والى اخره. طيب يا يعني خلينا هيك اتعرف مع حضرتك على هاي القطعه، وهي خلينا نقول تعليميه مسليه، وبدي اسالك على نقطه. انت حضرتك الاطفال وجوانب الاطفال، احيانا عندك اطفال عندهم حالات خاصه، تمام، خلينا نقول متلازمه داون، توحد، هل اليوم التعليم المبكر له اثر ايجابي بهي الحاله؟ هلا نحن وقت اللي بنشوف الطفل عنده مشاكل، كل ما تدخلتي مبكرا مع الطفل كل ما ساعدتيه بعلاج مشاكله بشكل اكثر. يعني تخيلي انت مثلا عمليه اكتساب اللغه او العمليات المهارات النمائيه، نحن وقت اللي بنبلش خصوصا بعمر 3 سنين بنبلش ننتبه انه عنده الطفل مشكله، ان كان عنده اضطراب طيف توحد، ان كان عنده تاخر عقلي الى اخره. طيب نحن اذا تركنا الطفل ما اشتغلنا معه، هو رح يتاخر كثير عن اقرانه، بس نحن اذا تدخلنا مبكرا بشكل اكثر، كل ما الطفل ساعدناه بعلاج مشاكله بشكل اكثر. طيب بخصوص هاي اللعبه، تمام، هلا نحن الطفل بالمراحل الاولى هو رح يلعب بطريقه عشوائيه، اذا كان مثلا طفل صغير بده يحطها بتمه، تمام، بده يقعد يعملها هيك بهي الطريقه، تمام. انا بقول انه هو ما عم يتعلم، لا هو عم يتعلم، عم يكتشف، عم يتعرف، بجوز يكبها يمسك لك اياها، بجوز يحطها بتمه، رح يعمل هدول القصص اللي هون الموجوده هون بهي الطريقه. التعلم هو ما اختلفنا، هو اول شيء بهي هون اذا كان عم يعمل هدول المكعبات هيك، هو عم يحرك العضلات الدقيقه، عم ينتبه ويركز. فبالمرحله الاولى رح يعمل هدول بشكلات عشوائيه، تمام، بقصص عشوائيه. اول نقطه ممكن انا استخدم هذا الموضوع باني انا اتعرف على الالوان. حلو، ازرق، تمام، هذا اللون ازرق،
تمام، بعرفه على الالوان، بعدين بخليه يحركهم بطريقه انه هي بتساعد على الانتباه والتركيز بشكل اكثر. يعني مثلا شوفوا هون قديش في منحنيات، قديش برايك الطفل بده ينتبه ويركز حتى يقدر يعمل هدول الاشكال مع بعض؟ شوفي كيف، تمام. خلينا نقول فالطفل هون بده يبلش يمرر هيك، بده يتعلم، انا بكون معه بمسك بطريقه المساعده، بمسك اصابعه، انتبه هدول الاصبعين اللي بيساعدوا بعمليه الكتابه، فهذا بيساعد على تنميه المهارات الدقيقه. كيف هو عم يدخل من هون، تمام، يمرق الهيك، تمام، الخرزه لهون لحتى يوصل لهون، فهذا بيساعد على الانتباه والتركيز وبيساعد على تنميه المهارات الدقيقه. ومنه انت بتكوني عم تعلمي الالوان، ففيك تشي معي اكثر من هدف بهدف حتى واحد. حتى انواع الخطوط، لانه يمكن اول درس بالتعليم بصف الاول هي انواع الخطوط، تمام، انواع الخطوط، فانت اليوم عم تعطيه معلومه ايضا، بس مو بهدول. لك حقلك شغله، هلا هذا الشكل كثير متداخل لضد، متعرج ومتداخل لضد الطفل. وقت نحن بنعلم الخطوط بدها تكون الخطوط واضحة ومرسومة قدام الطفل لحتى هو يقدر يميزها بشكل أوضح. صحيح. طيب نحن اليوم حكينا عن إيجابيات بشكل كتير كبير عن التعليم المبكر، ولكن اليوم يمكن كمان في سلبيات أو في أضرار للتعليم المبكر، خلينا نوضحهم أكثر ونعطي عدد أكثر عن هي السلبيات. هلا التعليم المبكر هو يعني هو اكيد هو شيء مفيد للطفل، لكن نحن بنرجع انه طريقه التعليم المبكر، نحن وقت بنتجه مثلا للترهيب الطفل، لضرب الطفل، لانه الاصرار على الطفل، لضخ المعلومات بشكل كبير، لحتى انه مثلا انت احيانا في كثير امهات بتسالني طب انا ما في منهجيه للتعليم المبكر، كثير انتم امهات بتسال طب انا منين بدي بلش؟ انت ما في منهجيه معينه، اي شغله بتكون موجوده قدامك، الخضار، الفواكه، اي شيء، اي شيء انت فيها تستغله الام لحتى انه هي تعلم الطفل. لكن وقت انا بصير ضخ معلومات لا تناسب عمر الطفل، هون بصير التعليم المبكر رايح لاتجاه خاطئ. مثل مثلا تخيلي الطفل بعمر 3 سنين بدك تشرحي له عن الفصول، فصل الصيف، فصل الربيع، هذا ما برايي بناسب كثير عمر الطفل. فانت بدك تتجهي للشغلات اللي هي مثلا من عمر طفلك، تمام، وهي بتساعد على انه تنميه مهارات، وما بتكون انت عم تدخلي يعني عم تمشي السلم درجه درجه. يعني نحن كثير بنشوف مثلا شو البدايات نحن بدنا نعلمها للطفل، مثلا الوان، مثلا العدد من 1 للـ10، مثلا الشغلات، الاشكال الهندسيه، حتى مثلا الاحرف بشكل مبسط. لكن تخيلوا انا مثلا باتجاه مثلا لكتابه الطفل، مثلا عمر الطفل بعمر 3 سنين بدي اطلب منه مثلا يكتب الارقام، يكتب مثلا الاعداد، يكتب الاحرف الى اخره، فهون الطفل بصير انه ما في تنسيق بين مقدرات الطفل وبين انه هو بين انه مقدرات الطفل وبين انه هو المعلومات اللي هو قادر يكتسبها. اكيد اليوم يارا هذا الموضوع كثير مهم، اكيد اكيد اساسي، واليوم ما يعني كثر اهميته وضخامته. اليوم ايضا صار في قسم تربيه كامل عم يعنى بهذا الموضوع، فبنتمنى اليوم هيك الاضاءه بشكل كامل عن هدول الاطفال وعن هذا المنهاج، لانه جدا ضروري بالتاسيس والتاهيل. بدنا نتمنى لك كل التوفيق وصباح الخير، ان شاء الله بيقلب الطقس هيك مثل ما بتحبي يارا. شوي اطفى ان شاء الله. ان شاء الله يارا. تسلموا لي. الختام الاختصاصيه التربويه والاجتماعيه يارا احمد، شكرا لك لوجودك معنا لليوم ولكل النصائح اللي قدمتيها للاهالي.